السلام عليكم الحباب، نهاركم مبروك، نهاركم زين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بالي طولت عليكم، سامحوني فريمون بزاف. جافي دي زوبليغاسيون، ما قدرتش نولي اليوتيوب، مي عفست على قلبي وقلت ان شاء الله حنا ندير لهم اون فيديو بوغ العيد. وهاني وليت لكم اليوم افيك لا فيديو تاع تشارك مسكر. حنعطي لكم لا روسيت اوثنتيك دو ما غرامي الله يرحمها كيما تعلمتها، وما نخبي عليكم حتى حاجه. تبعوا معايا اون ديتاي لا روسيت ان شاء الله افيك لي زانغريديون تاعنا في لا روسيت. ودوك نعطيكم كلشي اون ديتاي اون فوا كنبدا نخدم. هنايا عندنا لا فارين فارينه، سكر غلاس، سمن دايب، شويه ما زهر مع الماء، ملح قرصه تاع الملح، شويه تاع قرفه، مغرف كبيرة تاع السمن باش نحطوها في العقدة تاعنا في الحشو. وهنايا عندي اللوز تاعنا. دونك كومونسي دركا نخدمو في لاباط تاعنا. الساه لاباط البنات سا ديبون الكيلة اللي راكم حابين تهزوها. انا هزيت كيلة صغيرة، هادي حتخرج لي اونت 30 حتى 35 حبة، نتي والكبر تاع الحبة تاع التشارك تاعك. مي انا جو برون توجور هاد الكيل، يعني فيها 1000 بركة. وي تحب كونتيتي كبيرة، تحب دير لو بول، ولا المهم لا كونتيتي اللي تحبو عبروا بها نفس العبار تاع كل حاجه. المهم هنا راح نعبر هنايا 3 ميزور، 6 كيلات تاع فارينه، كيله تاع سمن، رشه تاع ملح، شويه تاع ما زهر والماء. ما نقدرش نقول لكم قداه الماء والماء زهر باسكو كل وحده والفارينه تاعها. وثاني راح ندير اون كويير تاع سكر غلاس فيه با بلوس، علاش؟ باسكو ديجا تشارك مسكر ديجا حلو، باه ما تجيناش يعني حلوه بزاف. ورشه تاع الملح هذا مكان. نبداو بسم الله، نبداو الساعه بالفارينه تاعنا. وحاجه واحده اخرى، الفارينه تاعكم البنات ايسييو تكون عندكم اون بون فارين. هاي الكيله الاولى، ولازم تنخلوها ثاني، يعني كيف دير تصفيو لا فارين تاعكم. درك لا فارين هنا راني صفيتها كامله، نعاود نحطها هنا في القصعه هنايا. ونزيد ثاني نحط عليها مغرف وحده تاع سكر غلاس كيف نصفيها ثاني باش هكا لا بات تكون لنا خليص. فوالا، نزيد لها ثاني رشه تاع الملح. شويه برك باش ما تجيش لا بات سانطا. الكاطو تاعنا ديما نحط له هذيك القرصه تاع الملح. بسم الله نخلطها هكا. ونجيب السمن تاعي اللي يكون دايب، ما يكون شامبوماد ولا يكون دايب. بسم الله فوالا، ونبدا نحرحر فيها. بسم الله ندخل هذيك لافارين كل في السمن هذاك. وعندنا حاجه لافارين تاع التشارك ولا تاع العرايش باسكو سي لا ميم بات، جامي تستعجلنا البنات، نلموها برك بالطرف تاع الصوابع. علاش؟ باش لاباط ما تيبسناش وتجي لاباط اون بات تكون فريابل شويه، تكون دوب في الفم. وما غرومير الله يرحمها جداتي كانت ديما تقول لي لاباط تاع التشارك وتاع العرايش لازم تبقى صفراء، ما لازمش تبيض لك، سورتو كي نحطوا لها الماء زهر والماء هذاك يفوق لاباط تبقى صفراء. لو كان تشوفي لاباط تاعك راح تبدا تبيض حبسي، ما تكمليش هذاك الماء. باش علاش؟ لو كان تبيض لكم لاباط كي طيب لكم في الفوق تجيكم يابسه لاباط، باغ كونط هكا تبقى مرمله وتجي تدوب في الفم. ونبدا نلم فيها حتى تسلم لي. بسم الله لاباط بدات تسلم لي شويه، مازال شويه راهي صفر، راكم تشوفوا فيها ما بيضت ما راحت ما جات. وكما قلت لكم على الماء كل واحد ولافارين تاعو، كاين الفرينه اللي ما تشربش كاين الفرينه اللي تشرب ليه ليه. دونك تبعوا نتوما على نتوما تحسوها في يدكم كما يقولوها هكا. ها بس ما تسلم بك ما تعجنوهاش، ها غير باليد. نزيد لها شويه برك
هنزيد لها شويه تاع ما زهر. ها نلمها برك ونخليها تريح. العجينه تاعكم قد ما تريح قد ما تجيكم سهله للخدمه. دونك فوالا شوفوا انا لميتها هنايا سي بون تلمت، نغطيها ان شاء الله ونعاود نرجع لها من بعد. نروح نديرو دركا الحشو تاعنا. الوغ دركا نجوزو الحشو تاعنا ولا العقده. بوغ العقده راح نحتاجو 3 ميزور تاع اللوز، اون ميزور تاع السكر، شويه تاع ما زهر، مغرف كبيره تاع السمن، وشويه تاع القرفه. بالنسبه لللوز انايا بيرسونيلمون نحب يكون عندي دو ميزور تاع اللوز مرحي بيض، و اون ميزور تاع اللوز مرحي به قشور ومحمص. سا دون ان اكسيلون غو، مي ما توفاش عندي، عندي غير لا بودغ دو داموند هادي، دونك درت بها اليوم. دونك بسم الله نبداو. دوك قلنا هنا 3، وهنا عندي اون ميزور موان دو دوا تاع السكر. نقص لها، تحبوا تزيدوا السكر كيما تحبوا، انا نحب نقص السكر باسكو ديجا تشارك مسكر مغلف بالسكر ونزيدو، دونك حبيت نقص شويه هكا. ونزيد لهم شويه تاع قرفه، ماشي بزاف بزاف مي هكا فوالا. ونشوف ثاني، ما نحبش اللوز تاعي يكون كحل كحل بزاف. فوالا نزيد شويه قرفه دركا. نزيد المغرف هذيك الكبيره تاع السمن. علاش ندير السمن؟ باسكو فريمون يعطيه الحشو هذاك يجي فريمون طري بزاف. ودركا نبدا نلم هذيك العقده تاعي بالمزهر، نديرو بالعقل برك ونشوف باش هكا ما تجينيش جاريه بزاف. يفوق تكون عندي اون بات. فوالا بيدكم تحسوا لا كونسيستانس، القوام تاع لاباط تاعكم. ما نزيدلهاش الماء، فيها الف بركه. فوالا سي بون، تلمت العقده تاعنا. دركا نبداو ان شاء الله نخدمو، نخليو لاباط تاعنا تريح هذيك العقده تاعنا تريح، ومن بعد نجيو نبداو نخدمو. الو وصلنا دركا لا فاز اللي راح نبداو نشكلو الشراك تاعنا. دركا لاباط راهي ريحت بيان كوم يلفو، قد ما تريح لاباط قد ما تجيكم الخدمه اونكور اسهل. دونك هنايا بالنسبه للطرق كاين زوج طرق، كاين الطريقه الحديثه اللي راهم يستعملوها في لي زيكول اللي هما يوزنوا الحبات تاعهم بالنسبه لللوز ولا لاباط، وكاين ثاني لونسيان ميثود اللي تحلي لاباط كومبليتمون وتطبعيها بلي زونبورت بياس هادو بالطوابع هادو وتخدميو فيغ ا ميزور. انا بالنسبه ليا جيني هادي اسهل خير من تاع يعني تاع الميزان. بون مع الوقت كي تتعودي عليها تولي حبه عند خوتها، يعني يجيو كل قد بعضاهم، مي سي افيك لا براتيك. مي كوم انا ما نديرو تري سوفون، دونك على بالي الحبات تاعي يكونوا قد بعضاهم. دوك نبداو ان شاء الله ونشوفو. دركا لاباط تاعكم دائما كي تخدموا اخدموا فيغ ا ميزور، ولاباط ديما اسييو تغطيوها ما تخليوهاش على برا باش ما تنشفش. نقسمها انا هكذا اون 3، ونبدا نخدمها ان شاء الله. لا كان عندكم رخامه ولا حاجه ديروا لها شويه باك تاع لا فارين وبداو خدموا فيها. انا هنايا عندي هاد لي مولون سيليكون يعاونوني بزاف، ممكن كي نولي نخدم في الحبه ولا يجيني ساهل كي نرفدهم هكا ونهزهم نحطهم ديريكتومون في لو بلاطو. دونك هنايا نبداو ان شاء الله. بسم الله، شوفوا لاباط كيفاش كي ريحت، كيفاش تجي ساهله للخدمه، تجي فريمون ساهله. والريحه تاع السمن وتاع الما زهر فريمون ما شاء الله. ولاباط يفو باك تكون خشينه بزاف، يفو باك تكون رقيقه بزاف ثاني.
فوالا زين نحلها شويه، شوفوا السمك تاعها مازال شويه. فوالا تري بيان. دوكا بالنسبه لي زامبورت بيس هادو عندكم الكبيره خلاص ولي تحتها. الكبيره هذه جربت خدمت بها الحبه تاع الشارك جات انورم، سورتو كي طيبوها في الفرن راح تزيد تنفخ. دونك انا ديما نستعمل هذه اللي تحتها، هذه سي لا طاي بارفيت تاع الشارك. فوالا ونبدا نطبع، ندير دواور هكا جيسي نديرهم متقاربين هكا باش ما يطيحوليش لي شوت بزاف تاع لاباط، ولاباط اللي زايده نلايمها ونزيد نحطها في ساشي ونغطيها. فوالا نلمها برك ما نعجنهاش بزاف هكا، ونزيد نحطها في لو بابي تاعو. فوالا ودركا نهزو الحشو تاعنا اللي درناه قبل، شوفوا القوام تاعو كيفاش جا. ها هو لو كان تهزوه وتكعبروه في يدكم ديروه اون بول تلقاوها بلي سي اون بات بارفيت. ها ما تلصق في اليد، ما جاريه ما يابسه، بارفيت. ها اوكي نبداو ان شاء الله، نبداو الحبه تاعنا الاولى. هذه اسهل طريقه اللي حنعتها لكم، تهزوا الحشو تاعكم هكا تحطوه في الوسط، تهزوا الطرف الاول تاع لاباط فو لو بليي طبقوها على الطرف الثاني وتبداو تقرصوا بلو بوس تاعكم باش تخرجوا الهواء منها. فوالا هكا تبعوا معايا مليح، كي نقرص بالهواء هذاك لو بوس لاباط الي تيلمون طريه والسمن هذاك تيلمون مع الكونتاكت تاع المزهر ولاباط يجي شغل اون بات فريابل، ما تكونش فريابل بزاف مي تحسوها في يدكم شغل مرمله شويه، ومن بعد كي تخليوها تركح لاباط تولي تساعدكم في الخدمه. شوفوا نقدر نحي غير بصبعي هكا الزياده تاع لاباط هذوك غير هكا، شوفوا تنحى فاسيلمون لي شوت هذوك نعاود نرفدهم هكا. فوالا شتو شوف ما فيهاش الهواء لداخل لاباط تاعي. ومن بعد واش ندير هذوك الزياده تاع لاباط هذوك نهز الحبه تاعي تاع الشارك ونبدا نخدم فيها هكا غير بالعقل. ها ونعدلها في فيغ ميزور. ها الكورون تاعها ثاني نعدلهم، ما نديرهمش بوينتو بوينتو بزاف باش ما يتحرقوش هما ما يتلهفوش هما الاولين. ها نزيد معاكم حبيبه توجور هذه هاي في الوسط، واللوز تاعكم ما تطولوش فيه يعني ما تقربوهش ليزيكستريميتي تاع الحبه تاع الشارك، باسكو قادر اللوز من بعد مع السخانه يتفلق ويخرج ومن بعد تتحرق الحبه. دونك توجور حطوه هكا في الوسط، نهزو الطرف الاول نطبقوه على الطرف الثاني ونبداو نقرصو بصبعنا هكا باش نخرجوا الهواء هذاك كل. ها فوالا قرصوا مليح هكا بصبعكم باش تلصق لاباط ويخرج الهواء منها. ها انا قلت لكم هذه اسهل طريقه سي بور لي ديبيوتانت المبتدئات، باسكو تشارك كيما قلت لكم لازم له اليد باش توالفوه. هاي حبيبه تاعنا فوالا. Et je vais vous montrer une astuce المبتدئات. لكن قرصتوها هكا باغ اكزومبل تقفلتلكمش مليح، هنا لاباط تبقى زايده شويه ما تقدروش تنحو، تبقاو تنحو في لاباط حتى يتعرى الشارك. نو واش تقدروا ديروا، شوفوا تعاودوا تهزوا هذيك لاباط الزايده اللي منا اللي قفلتوا بها، تقدروا تعاودوا تطبقوها غير هكا هكا وقرصوها مع لاباط غير بالعقل، وقرصوها مع لاباط تاع التحته الوجه التحتاني غير هكا. ها غير هكا فوالا، ها تقرص مع التحتاني. هكا من بعد تهزوها وتعدلوها
ها هاي الحبيبه تاعكم. بون هذا سي با غراف منا ويتغطم بعدا بالسكر دونك لو با تاعو سي با غراف. ها entre temps تكونوا كما ديجا مشعلين لو فور تاعكم 180 دوغري تخليوه يسخن بيان ومن بعد طيبوا الكاطو تاعكم يفك تكملوا. فوالا تشارك تاعنا ابخي ما طاب شوفوا لازم يبقى لكم صفر هكا ما لازمش يحمر سينو يتيبس لكم لاباط. وهنايا هذه نقبتها لهنا شوفوا ها وخرج منها ثاني الهواء والاخرين ثاني ما تنفخوش راكم كاعكم تشوفوا فيهم كاع دو كيما راهم جوست لازم يبقاو بيوضه من الفوقه ومن التحت يحمروا شويه برك. نجوزوا دركا للتسكار تاعنا وصلنا دركا لافاس تاع التسكار. بوغ تسكار هو ساهل خلاص لا ميثود اللي نستعملها انا فريمون ساهله ما تاخذش بزاف وقت اي سورتو كو لو سكر تاعكم ما يوليش يابس افيك مع الوقت او بود 3 4 جور السكر هذاك ما يبش. قبل كنت ندير ان سيرو شربات نورمال ان سيرو ونحط فيه الحبه تاعي تاع العرايش ولا الكعكات ونبدا نسكر مي جي ريماركي كو السكر او بود دو كلك جور الشغل يسو كريستاليز ييبس وكي تعدي الحبه تولي شغل كروستيون هذاك لو سكر هذاك يولي كروستيون. دونك صافي كلكو زاني بدلت لا ميثود هذه وليت نحط الحبه تاعي ديريكتومون في الماء الزهر ديريكتومون ونحطها تقطر ومن بعد نبدا نسكرها. بالنسبه للسكر هنايا عندي سكر ناعم لو سكر غلاس مغربل لازم يكون مغربل غربلته كامل. وهنايا عندي صفايه باش نقطر فيها وخليكم معايا دوك تشوفوا كيفاش نسكر لا ميثود تاعي. ما بصح نحتاجوا حاجه راح نحتاجوا لو دونك هنايا نهز لو ساشي هذاك نقطعو اون دو فوالا ومن بعد واش ندير نحلو فوالا هكا اي جو فيان ديبوزي لو سكر غلاس تاعي حطو في لو ساشي هذاك. علاش درت في لو ساشي وماشي في لو بول هذا ولا في لاتيرين هذه جو فيو دير علاش باسكو لو ساشي هذا هو اللي راح يعاونك في التسكر. دونك هنايا عندي السكر كاسكو جو في فير نجي ندير ان بوي نديرها كوم ان تران لهنا هكا في الوسط فوالا يكون بيان ممسوح ومن بعد نبدا نجي نهز نسكر بلوتو نغطس الحبه تاعي الساع نغطسها في الماء زهر نغطسها هكا بيان في الماء زهر. صدقوني جربوا لا ميثود هادي فوزالي فوا لا ديفيرونس. انسويت نحطها هنايا تقطر جو في فير لوبيراسيون هادي دو ولا 3 فوا او موان ديرها على 3 حبات. انا جينيرالمون نحط بالربعه بالربعه ونخدم فوالا نخليها تقطر شويه الوغ هنا اون فوا كقطروا لنا العرايش العرايش تاعنا بلوتو الوغ دوكا اون فوا كقطروا شويه نجي جو لي ديبوز هنايا في ربعه في هذاك لو بوي اللي درتو نبعدهم شويه على بعضاهم هكا اي كاسكو جو فيان فير دوكا نجي نغطيهم بالسكر هذاك نغمرهم كامل هكا شتو لو ساشي هنا اللي راح يعاونني هكا نخليهم بيان كوم يلفو اي جو لي لاس هكا بوندون او موان 3 مينوت على الاقل 3 دقائق باش السكر هذاك يشرب فيهم بيان ويلصق و فوزوري با يعني بيزوان دو de faire une deuxième opération تسمى تعاودوا تسكروها اون دوزيام فوا. انا نسكرو خطره فريده قبل كيما قلت لكم كنت ندير الشربات كنت نسكرو الخطره الاولى ونزيد نعاود نسكر الخطره الثانيه وتبقى تمسحوا بيدكم راكم تعرفوا هذاك التسكر صامت شويه مي بلا ميثود هذه صدقوني امبيكابل. خليها هكا شويه ونرجع لها فوالا 3 دقائق جازو شوفوا الحبه تاعكم دركا شوفوا السكر كيف راهو لاصق فيها شوفوا شتو لصق فيها بيان كوم يلفو. دوك واش نجي ندير تسكيره تاع ما غرومير
تبعو مليح معايا كانت توجور لوتيليزي لو بوس تاعها وهنايا لو با دو بوس هنايا في صبعكم هذا هذه هي اللي تسكر بها وهذه اللي تطلي بها ثاني دونك هذا سي الظهر تاع الحبه تاع التشارك تجيو تحكموا صبعكم وتحو بلا عقل تشارك اي تري ديليكا سورتو بالسمن راهو يذوب في الفم دونك تمسحوها بيان هكا فوالا هاو القاع تاعكم ومننا من الفوق تجيو تبداو تلبسو تمسحو وتلبسو تمسحو هكا ها شتو شوفو اون ديغي كو راهو مطلي دو او تخوا فوا شوفو لا كوش تاع السكر اللي عليه دونك ها غير بلو بوس بالعقل وما تتكاوش عليه ابان 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 فريمون ها ولكن القرون شتوه منقصين سكر جيبوا السكر هنا كيف كيف روحوا معاه غير بالعقل فوالا كي نعود ندير التشارك تاعي ولا العرايش ولا الكعيكات جو سوي تري تري نوستالجيك جي بوكو سوفينير يطلعوا نتفكر ماما كانت دير هنا في العيد ديما نتفكر لي جاس تاعها كيفاش كانت تسكر وكيفاش فوالا البنات تسكره هاي التسكيره تاعنا دركا نزيد لكم حبيبه ثانيه كيف كيف نعاودوها ها شوفوا السكر كيفاه بيان لصق فيها تري بيان ها ممكن ندير هكا ما يهبطش الظهر تاعها نمسحوه نمسحوا له سيغ بلو هذاك تاع السكر نجي نبدا ننفضها الظهر تاع صبعك هنايا هكا فرانشمون بارفي ودوك نعزلكم لا بتي توش اللي نحب نديرها في التشارك تاع التسكار تاعي تحبوا تخليوه هكا مسكر ولا تحبوا ديروا لاستوس هذه دوك نعطيها لكم اون توش فينال باك انا جو بونس كو سي بلو بريزونطابل روحوا بلا عقل برك سيسوها على قد ما تقدروا ها ها شوفوا الحبيبه تاعنا تسكيره وحده من التحت نفطها بيان من الفوق ها دركا لاستيس اللي قلت لكم عليها على الحبه تاع التشارك تقدروا تخليوا التسكيره هكا كيما راهي كيما تاع زمان ولا تحبوا تكملوا لها اون بوتي توش فينال تهزوا صفايه وتجيو فو سو بودري هذيك الحبه تاع التشارك سي بور انفي لي ديفو كامل تاع اليد تاع الصوابع باش ما يبانوش وشوفوا ها نفضها حاجه ما تهبط منها انتاكت وش رايكم ها ها انتاكت انا جو تروف كو سي بلو بريزونطابل هكا كو كل ممسوح كي يعود تاع الدار نديروه هكا بصح كي يعودوا عندنا ضياف ولا انا جلي بريزونط كوم سا فوالا دونك فوالا تشارك ها هو بعد ما سكرتو هاكم تشوفوا حطيته لكم دون دي ناسيت بلونش هكا باش تشوفوا لا فورم تاعو والتسكيره ما شاء الله جا روعه فوالا فوالا وصلنا لا فان د لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو ما كنتش ثقيله على قلوبكم لا روسيت هذه سي اون روسيت اوتنتيك وما خبيت عليكم حتى سر عطيتها لكم كيما تعلمتها ان شاء الله تكون عجبتكم ولا كان عاودتوها ريبارطاجي معايا لي فوتو تاعكم سور انستغرام هكا جلي ريبوست شي موا او موان الناس الاخرين يعرفوا بلي يا دي دي, دي ريفيو بوزيتيف ان تو لي كا نتلاقاو ان شاء الله تري بروشينمون دون دي نوفيل فيديو لا نوبليي با دو فو انسكريو وتفعلوا الجرس تاعكم باش يوصلكم الجديد ونتلاقاو باذن الله دون دي نوفيل فيديو تري بروشينمون السلام عليكم.